بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء طلاب الصف السادس الأساسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حلقات التعليم الصيفي. سنركز في حلقتنا اليوم على المهارات التالية: الفهم والاستيعاب، أسلوبا النداء والتعجب، أقسام الكلمة، ونوعا الجملة العربية. سنبدأ بإذن الله مع الفهم والاستيعاب، فتعالوا بنا لنقرأ القطعة التالية. اقرأ القطعة التالية ثم أجب عن الأسئلة التي تليها. ما أجمل هذا الفصل، إنه فصل البهجة، فصل الحياة والشباب، فما أبدعه من فصل، فيه تتفتح الأزهار وتورق الأشجار وتغرد الأطيار، ويذهب الناس إلى المتنزهات، فعليك يا بني المحافظة على جمال هذا الفصل. عزيزي الطالب، قبل أن تجيب على الأسئلة عليك أن تقرأ القطعة عدة مرات، تتفهم معانيها وتفهم معنى مرادفات هذه القطعة، ثم بعد ذلك اقرأ السؤال جيدا وعد إلى القطعة مرة أخرى. تعالوا بنا الآن إلى السؤال الأول. تتحدث القطعة عن فصل الشتاء، الربيع، الصيف، الخريف. عزيزي الطالب، كيف سنجيب على هذا السؤال؟ ابحث عن مفتاح الإجابة في القطعة، ركز جيدا. الآن تعالوا بنا. إنه فصل البهجة، ما أبدعه من فصل، تتفتح الأزهار، تورق الأشجار، تغرد الأطيار، يذهب الناس إلى المتنزهات. معنى ذلك أننا في أبدع فصل وفي أجمل فصل من فصول السنة، ألا وهو هو فصل الربيع. سؤال آخر: من مظاهر فصل الربيع الواردة في القطعة؟ تعالوا بنا لنحدد هذه المظاهر. انظر: تتفتح الأزهار، تورق الأشجار، تغرد الأطيار، يذهب الناس إلى المتنزهات. معنى ذلك أن الجو معتدل أيضا. إذن ستكون الإجابة كالتالي: تتفتح فيه الأزهار، تورق فيه الأشجار، تغرد فيه الأطيار، ويعتدل الجو. سؤال آخر: ضع كل مفردة مما يلي في مكانها المناسب. البهجة، أبدع، تغرد، المحافظة. مفردات وردت في القطعة، الآن نريد أن نفهم معانيها، سنوظفها في هذه الجمل. الجملة الأولى: البلابل بصوت جميل، يجب علينا فراغ على المرافق العامة، فراغ الطالب في الامتحان، عمت فراغ أرجاء المنزل. الجملة الأولى: البلابل بصوت جميل، فالبلابل تغني، ومعنى تغني تغرد، فنقول: تغرد البلابل بصوت جميل، يجب علينا فراغ على المرافق العامة. ماذا يجب علينا تجاه المرافق العامة؟ بالضبط، يجب علينا المحافظة على المرافق العامة. فراغ الطالب في الامتحان، طالب متفوق، لقد برع في الإجابة على أسئلة الامتحان. معنى ذلك أبدع الطالب في الامتحان. تبقى لدينا كلمة واحدة، ألا وهي البهجة، ومعنى البهجة السعادة. سنقول: عمت البهجة أرجاء المنزل، وعمت بمعنى سادت أو انتشرت.
ننتقل إلى تدريب آخر. استخرج من القطعة الأساليب التالية. استخرج أسلوب تعجب. الآن انظر إلى القطعة جيدا. أين اسم التعجب هنا؟ ستقول ما. الآن انظر إلى أمر آخر، ألا وهو علامة التعجب في نهاية هذه الجملة. كما نرى هذه هي علامة التعجب. إذن سنقول ما أجمل هذا الفصل، ونقصد بهذا الفصل فصل الربيع. أيضا انظر، فما أبدعه من فصل. ما علامة التعجب أيضا. إذن لدينا هنا أسلوب تعجب آخر، وهو ما أبدعه من فصل، أي فصل الربيع. استخرج من القطعة أسلوب نداء. كما تعلمنا أبنائي، أدوات النداء يا وأيا. تعالوا بنا الآن لنبحث عن هذه الأدوات في القطعة. ننظر إلى السطر الأخير. يا، يا بني، أسلوب نداء، وكما نرى المنادى عليه الابن. الآن ننتقل إلى تدريب آخر. تعجب مما يلي كما في المثال. مثال ضخامة الفيل. نريد أن نتعجب من ضخامة الفيل، فماذا سنقول؟ سنقول ما أضخم الفيل. انظر، لقد استخدمنا هنا ما التعجبية، وأنهينا الجملة بعلامة الترقيم التي نراها على الشاشة. الآن حاكي. تعجب من جمال فصل الربيع، فماذا ستقول؟ بالضبط، ما أجمل فصل الربيع. بدأنا بما وانتهينا بعلامة الترقيم، وهي علامة التعجب. براعة اللاعب، فماذا ستقول؟ نعم، ما أبرع اللاعب. جملة أخرى، سرعة الغزال. سنقول ما أسرع الغزال. سننهي بالخالق عز وجل، عظمة الله. سنقول هنا ما أعظم الله. كما نرى أبنائي، هنا بدأنا كل جملة تعجبية بما، وأنهينا الجملة بعلامة التعجب التي نراها على الشاشة. ننتقل الآن إلى تدريب آخر. حاكي المثال التالي. مثال المحافظة على نظافة الصف. ماذا سنقول؟ انظر جيدا. يا أحمد، حافظ على نظافة فصلك. وهنا الأسلوب أبنائي أسلوب نداء، ولقد استخدمنا هنا أداة النداء يا. انظر إلى المنادى، إنه أحمد. معنى ذلك أن هناك طلب أو نهي نريد من أحمد أن يقوم به، فقلنا يا أحمد، نادينا عليه وطلبنا منه أن حافظ على نظافة فصلك. الآن حاكي هذا النمط. الاجتهاد في المذاكرة، فماذا ستقول؟ الآن وجه نداءك إلى طالب العلم، فماذا ستقول له؟ نعم، يا طالب العلم، اجتهد في مذاكرتك. جملة أخرى، احترام الجيران. وكما نعلم أبنائي، فإن احترام الجيران واجب على كل مسلم ومسلمة. الآن نادي على أخيك المسلم، فماذا ستقول؟ سأقول يا أخي، احترم جيرانك. جملة أخرى، الالتزام بالمواعيد. وكما نعلم أيضا أن الالتزام بالمواعيد من صفات المسلم، فماذا سنقول؟ الآن نادي على سعيد،
فماذا ستقول له؟ سنقول هنا: يا سعيد التزم بالمواعيد. ننتقل الآن أبنائي إلى أقسام الكلمة، وأقسام الكلمة في اللغة العربية ثلاثة أقسام، ألا وهي الاسم والفعل والحرف. فما مفهوم الاسم؟ وما مفهوم الفعل؟ وما مفهوم الحرف؟ تعالوا بنا. الاسم ما دل على مسمى بعينه. الآن لو قلنا إنسان سنقول على سبيل المثال رجل أو امرأة أو اسم علم، كأن نقول أحمد أو فاطمة أو خديجة أو محمود. حيوان، وعندما نقول حيوان مباشرة ستقول على سبيل المثال غزال أو قرد أو كلب أو أسد. نبات، وعندما نتخيل هذا النبات سنقول وردة أو زهرة أو شجرة أو ريحان، وقس على ذلك. كذلك ما دل على جماد مثل حجر أو طاولة أو باب إلى آخره من هذه الأشياء. ننتقل الآن أبنائي إلى الفعل. الفعل ما دل على حدث في زمن معين. معنى ذلك أنه يدل على عمل نقوم به. وللفعل ثلاثة أزمان، هي الماضي، حدث وانتهى، كأن نقول قرأ، أي أنه انتهى من فعل القراءة. قلنا قرأ في الماضي. أما في الزمن الحاضر فنقول يقرأ. وإذا ما قلنا أنه يدل على المستقبل أيضا سنقول سيقرأ أو سوف يقرأ. أيضا فعل الأمر، وهنا طلب فعل الشيء من الإنسان. فعندما أتوجه إليك بطلب القراءة أقول لك اقرأ. ننتقل الآن إلى القسم الأخير، ألا وهو الحرف. ما لا يكون له معنى إلا إذا جاء في جملة. فعندما نقول على سبيل المثال أبنائي سنقول حرف جر، ولكن ما معناه؟ لا نعرف معناه إلا إذا عدنا إلى الجملة ورأينا بماذا اقترن هذا الحرف. تعالوا بنا لنضع هذا الحرف في جملة: وضعت الكتاب على الطاولة. معنى ذلك أن على هنا دل على الظرفية المكانية، أي وضعنا الكتاب فوق الطاولة. بعد أن استعرضنا مفاهيم هذه الأقسام تعالوا بنا الآن لنجيب على هذا التدريب. صنف الكلمات التالية بحسب المطلوب: ذهب، محمد، صياد، يصطاد، إلى، الحديقة، لا، أكتب، ثم. الآن الكلمة الأولى: ذهب، أي أنه فعل، قام بفعل الذهاب. سنقول ذهب فعل، وهو فعل ماض. محمد مباشرة ستقول اسم، لماذا؟ لأنه اسم علم. صياد لقد انتهى بتنوين ضم، معنى ذلك أنه اسم. يصطاد، أي أنه يقوم بفعل الاصطياد، متى؟ في الزمن الحاضر، فعل مضارع. إلى، نعم حرف جر. الحديقة، انظر جيدا، دخلت هنا للتعريف،
على هذه الكلمة، انتهت الكلمة بالتاء المربوطة، معنى ذلك أن الحديقة هنا اسم لا. بالطبع ستقول إما أن يكون هنا حرف نفي أو حرف نهي. اكتب، أطلب منك الآن أن تقوم بفعل الكتابة، معنى ذلك أنه فعل. ثم حرف عطف. هكذا أبنائي نكون قد انتهينا من الجزء الأول من هذه الحلقة. سنركز في الجزء الثاني على نوعي الجملة العربية، فانتظروني، فاصل ونواصل. عدنا إليكم أبنائي الطلاب مرة أخرى، تعالوا بنا الآن لنتعرف على نوعي الجملة العربية. الجملة العربية، وكما تعلمنا أبنائي أن الجملة العربية تنقسم إلى قسمين، هما الجملة الاسمية، والجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم. النوع الثاني الجملة الفعلية، والجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل. تعالوا بنا، كأن نقول الطالب نشيط جملة اسمية بدأت باسم، ألا وهو الطالب. الجملة الفعلية نجح الطالب. لماذا قلنا هنا جملة فعلية؟ لأنها بدأت بفعل، ألا وهو نجح. عبر عن المعاني التالية بجمل اسمية كما في المثال: اعتدال الجو، نقول الجو معتدل. لاحظ هنا أن الجملة قد تكونت من ركنين أساسيين، هما المبتدأ وهو الجو، معتدل وهو خبر المبتدأ، وكلاهما مرفوع. الآن عبر بجملة اسمية عن جمال البستان، فماذا ستقول؟ ابدأ بالبستان. سنقول البستان جميل، مبتدأ، ألا وهو البستان، خبر المبتدأ جميل. لقد أخبرنا هنا عن البستان بأنه جميل، لذلك قلنا خبر المبتدأ. عبر عن سهولة الامتحان، ابدأ بالامتحان، فماذا ستقول؟ بالضبط، الامتحان سهل. إذن هنا كما نرى أبنائي لدينا ركنان أساسيان، وهما المبتدأ الامتحان، خبر المبتدأ سهل، وكلاهما مرفوع. عبر عن أمانة المسلم، ابدأ بالمسلم، ستقول المسلم أمين. ماذا نستنتج؟ للجملة الاسمية ركنان أساسيان، هما المبتدأ وخبر المبتدأ. كأن نقول الطالب مجتهد، أين المبتدأ في هذه الجملة؟ مباشرة ستقول الطالب، أما خبر المبتدأ فهو مجتهد. لاحظ عزيزي الطالب أن الطالب هنا قد جاء مبتدأ، معنى ذلك أنه بدأ الجملة الاسمية، وعند إعرابه سنقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. أما مجتهد فقد أخبرنا عن الطالب وأتم معنى الجملة، لذلك عند إعرابه نقول خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الآن ننتقل إلى الجملة الفعلية. عبر عن المعاني التالية بجمل فعلية كما في المثال. مثال: عبر عن صيام المسلمين رمضان بجملة فعلية. يمكن لنا الآن أن نبدأ بفعل مضارع، فنقول
يصوم المسلمون رمضان. وأيضا يمكن لنا أن نبدأ بزمن آخر وهو الزمن الماضي فنقول صام المسلمون رمضان. الآن انظر جيدا، يصوم فعل بدأت به الجملة، كذلك صام. المسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. معنى ذلك أن للجملة الفعلية ركنان أساسيان هما الفعل والفاعل. الآن حاكي. نوم الطالب مبكرا. ابدأ الآن بفعل مضارع، سنقول نعم ينام الطالب مبكرا. أريد منك الآن أن تبدأ بفعل ماض، ستقول نعم نام الطالب مبكرا. علاج الطبيب المرضى، نحاكي المثال السابق فنقول يعالج الطبيب المرضى. الزمن الماضي، عالج الطبيب المرضى. وهنا أبنائي يجب أن نعلم جيدا أن للجملة الفعلية ركنين أساسيين هما الفعل والفاعل. فما ركنا الجملة الفعلية؟ كما قلنا الآن الفعل والفاعل. الفعل ما دل على حدث في زمن معين، الفاعل هو اسم قام بفعل هذا الفعل. سنقول على سبيل المثال فاز المتسابق. الفعل هنا فاز، أي أنه قد حدث هذا الفوز وانتهى. أما المتسابق فهو من قام بفعل الفوز، أي فاعل. الآن حول الجملة الاسمية إلى فعلية وبالعكس. الجملة الاسمية، الجملة الفعلية. الجملة الأولى، المسلم يحترم جاره. لقد بدأنا هنا باسم وهو المسلم. معنى ذلك أن الجملة هنا جملة اسمية. انظر جيدا، يحترم جاره، لقد أخبرنا هنا بجملة فعلية. عليك الآن أن تبدأ بالفعل يحترم، فماذا ستقول؟ نعم يحترم المسلم جاره. أصبح لدينا هنا جملة فعلية، يحترم فعل والمسلم فاعل. انظر إلى الجملة الثانية، نجحت الطالبة بتفوق. نجحت أي فعلت. معنى ذلك أننا بدأنا بفعل. أين الفاعل؟ إنه الطالبة. ابدأ بالطالبة. الآن ستقول الطالبة نجحت بتفوق. معنى ذلك أن هذا الفاعل أصبح مبتدأ. الله يحب المحسنين، جملة اسمية بدأت بلفظ الجلالة الله. الآن ابدأ بالفعل، ستقول يحب الله المحسنين. لاحظ الله لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. عند التحويل الله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الجملة الأخيرة، يساعد الغني الفقير. يساعد، نعم فعل مضارع. الآن نريد أن نبدأ بالفاعل ألا وهو الغني ليصبح مبتدأ، فنقول الغني يساعد الفقير. ننتقل الآن إلى تدريب آخر. اختر لكل فعل الفاعل المناسب له من القائمة. القائمة الأولى، نام، فاز، غرد، حلقت، ساد. القائمة الثانية، الطائرة، العدل، الطفل، الفريق، البلبل. ركز جيدا، لدينا الفعل، نريد الفاعل. سنقول نام
بالضبط الطفل، فلا يجوز لنا أن نقول نام الطائرة. فاز، من الذي فاز؟ الطائرة أم العدل أم الفريق أم البلبل؟ بالضبط الفريق، والفريق هنا فاعل. غرد، ما الذي يغرد ويغني؟ إنه البلبل. حلقت، بالضبط الطائرة لأنها تحلق في عنان السماء. ساد أي انتشر، تبقى لدينا كلمة واحدة وهي العدل. الآن لو نظرنا إلى الكلمات باللون الأحمر جميعها أفعال، أما الكلمات باللون الأزرق فجميعها أسماء، فعل وفاعل، وهما ركنا الجملة الفعلية. ننتقل الآن إلى تدريب آخر. اختر لكل خبر مبتدأ مبتدأً مناسباً له من القائمة. لدينا خبر المبتدأ محبوب، كثيفة الأشجار، أليفة، منير، ممتعة. الآن القائمة: القمر، القصة، الصديق، الغابة، القطة. اختر الكلمة المناسبة أو المبتدأ المناسب هنا. محبوب، من هو؟ القمر أم القصة؟ فالقصة هنا مؤنث ومحبوب هنا مذكر. أم الصديق أم الغابة أم القطة؟ بالضبط ستقول الصديق، فالصديق هنا كما نرى أبنائي مفرد مذكر، ومحبوب أيضا مفرد مذكر. كثيفة الأشجار، هل القمر كثيفة الأشجار؟ لو نظرنا إلى نهاية كلمة كثيفة تنتهي بتاء مربوطة، معنى ذلك أننا نتحدث عن مؤنث. هل هي القصة أم الغابة أم القطة؟ ستقول مباشرة الغابة كثيفة الأشجار حتى يتم المعنى. الآن لدينا خبر مبتدأ أليفة، فماذا سنقول؟ القمر أليفة، نحن نقول هذا قمر. أم القصة أليفة أم القطة أليفة؟ نعم، هو كما تقول القطة أليفة، لقد تم المعنى. منير، كما نرى مفرد مذكر، مباشرة ستقول القمر منير. تبقى لدينا كلمة واحدة ألا وهي القصة، سنقول القصة ممتعة. وكما نرى أبنائي الكلمات التي بدأت بها الجمل جميعها تدل على مبتدأ، والكلمات التي أخبرتنا عن هذا المبتدأ جميعها خبر لهذا المبتدأ. تدريب آخر. تخير الإعراب الصحيح لكل كلمة مخطوطة فيما يلي: يساعد الغني الفقير. كيف سنتعامل مع مثل هذا السؤال؟ مباشرة سنسأل أنفسنا هذا السؤال: ما نوع الجملة؟ وإذا أردنا معرفة نوع الجملة علينا أن نعود إلى بداية الجملة، بماذا بدأت؟ يساعد، كما نرى فعل مضارع، إذن الجملة فعلية. وركنا الجملة الفعلية كما قلنا فعل وفاعل. معنى ذلك أننا استبعدنا المبتدأ كما استبعدنا خبر المبتدأ. يساعد فعل، والغني هو الذي قام بفعل المساعدة فهو بالضبط فاعل. جملة أخرى: تعيش الأسماك في البحار. كما نرى أبنائي هنا الجملة جملة فعلية، استبعد مبتدأ، أيضا استبعد خبر المبتدأ. الآن انظر إلى ما سبق: الاسم البحار، إنه حرف الجر في، معنى ذلك أن كلمة البحار اسم مجرور بحرف الجر في، وعلامة جره الكسرة الظاهرة. جملة أخرى: العلم نافع.
جملة اسمية. كيف عرفنا؟ انظر، لقد بدأ الاسم هنا أو بدأت الكلمة هنا بأل التعريف. نستبعد فعل، نستبعد أيضا فاعل، نتجه إلى مبتدأ وخبر المبتدأ. سنقول هنا مبتدأ. لماذا؟ لأن هذا الاسم بدأ الجملة. الامتحان سهل. انظر جيدا، لقد بدأت الجملة هنا بكلمة الامتحان. معنى ذلك أن الجملة هنا جملة اسمية. الامتحان مبتدأ، استبعد فعل، واستبعد أيضا فاعل، وكما قلنا الامتحان مبتدأ، إذن سهل خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. توقف المطر عن النزول. بدأت الجملة أبنائي هنا بكلمة توقف، وهي فعل، والجملة هنا جملة فعلية، فأين الفاعل؟ إنه المطر. هكذا أبنائي نكون قد انتهينا من هذه الحلقة. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تعم الفائدة على الجميع. سعدت بلقياكم، وإلى لقاء آخر بإذنه تعالى. دمتم للعلم شموعا، ودام العلم لكم نبراسا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.